السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الجبر، هو التغير الطردي والتغير العكسي. تعالوا نبدأ كده مع بعض في التهيئة. بيقول لي إيه؟ أكمل أول حاجة الثالث المتناسب للعددين 9 وسالب 12 هو إيه؟ طيب التالت المتناسب يعني معنى كده إن التالت هو اللي مش موجود، يبقى إحنا عندنا 9 على سالب 12 بيساوي سالب 12 على كام؟ يبقى هضرب طرفين في وسطين هيطلع التالت المتناسب عندي هو 16. طيب بيسألني المرة دي عن الوسط المتناسب بين سين وصاد. طيب الوسط المتناسب كان له قانون، موجب أو سالب جذر حاصل ضرب الكميتين، هيبقى موجب أو سالب جذر سين في صاد. يلا بينا نشوف بقى الشغل بتاع الدرس بتاعنا النهارده بيقول ايه. العرض، اولا التغير الطردي. احنا قلنا عندنا تغير طردي وعكسي. ناخد بدايه التغير الطردي، بيقول لك يقال ان ص تتغير طرديا مع س وتكتب ص تتغير مع س. يبقى ص تتغير طرديا مع س، العلامه دي يا اولاد علامه التغير، العلامه دي خد بالك علامه التغير. يبقى ص تتغير بتغير س، ده تغير ايه؟ طردي. طيب تعال نشوف اذا كان صاد بيساوي ميم سين، يعني الصاد بيساوي ميم اللي هو ثابت مضروب في السين. انت عندك الصاد والسين متغيرين، يبقى الميم دي بالنسبه لك عباره عن ثابت، فبالتالي سهل جدا ان انا اجيب السين دي عند الصاد، فهتبقى الصاد على سين عشان هي كانت مضروبه تروح هناك بالقسمه، يبقى صاد على سين بيساوي ميم، والميم ده بالنسبه لك عباره عن ثابت التغير، يبقى الميم ده ثابت لا يساوي صفر. الميم ده ثابت لا يساوي صفر، لان لو الميم ده بيساوي صفر معناه ان الصاد بيساوي صفر، لا الميم ده ثابت اي رقم بس المهم ما يكونش بيساوي صفر. طيب اذا اخذ المتغير س قيمتين س 1 وس 2 والمتغير ص كمان اخذ قيمتين ص 1 وص 2 على الترتيب، فان اقدر اعبر عن التغير الطردي بتاعي ازاي؟ هقول لك ص 1 على ص 2 بيساوي س 1 على س 2، يعني ص الاولى على صاد التانية بعد التغير هي نفس النسبة بتاعت سين الأولى على السين التانية بعد التغير. مثال بيقول لي إذا كان صاد يتغير بتغير سين، صاد تتغير بتغير سين، علاقة تغير ما بين صاد وسين، وده تغير إيه يا أولاد؟ تغير طردي، صاد تتغير بتغير سين، وكانت صاد بتساوي 20، أكيد طالما دي أول صاد اتنطقت يبقى دي صاد الأولى، عندما سين بتساوي 7 وتبقى دي سين الأولى، فأوجد صاد عندما سين بتساوي 14، أوجد صاد يبقى أكيد دي صاد التانية بعد التغير، عندما سين يبقى سين التانية بتساوي 14. أظن المعطيات اللي عندك كلها واضحة، هتعوض في القانون اللي عندك وتقدر تشتغل. يلا بينا نشوف الحل. حضرتك قلت لي طالما صاد تتغير بتغير سين يبقى أقدر أقول له إن في قانون بيقول إن صاد بتساوي ميم سين. في الحالة دي عشان الصاد بتساوي 20 والسين بتساوي 7، يبقى انا اقدر اعوض في القانون، اشيل الصاد واحط 20 بتساوي ميم في سين اللي هي ميم في 7، يعني صاد بتساوي 20 على 7. اصل انت لما جبت الميم دي هتجيب الميم دي ازاي؟ هودي 7 هناك بالقسمه، يبقى 20 على 7 بتساوي الميم، اصبح الميم 20 على 7. ارجع تاني لاصل العلاقه بتاعتي، العلاقه كانت بتقول صاد بتساوي ميم سين، ادي الميم شلتها وحطيت مكانها 20 على 7، يبقى صاد بتساوي 20 على 7 سين. طب هقدر اجيب السين؟ طبعا هقدر اجيب الصاد اللي عندي، صاد بتساوي 20 على 7 س، لما تشيل السين دي وتحط مكانها القيمه الجديده تقدر تطلع القيمه الثانيه الجديده لصاد، يعني عندما س بتساوي 14 هشيلها واحط 14 يبقى 20 على 7 في 14 تطلع صاد الثانيه بكام؟ ب 40. كلام مظبوط. عندك حل اخر بالقانون الثاني، حضرتك قلت لي من شويه يا مستر لما يكون تغير طردي يبقى صاد 1 على صاد 2 بيساوي س 1 على س 2، كلام جميل. طيب هتقدر تعوض وتجيب السين الثانيه؟ اقدر طبعا. ازاي؟ حضرتك قلت لي ان صاد الاولى كانت بتساوي 20 وصاد الثانيه انا مش عارفها، طب سين الاولى كانت بتساوي 7 وسين الثانيه انا عارفها ب 14، يبقى انت هتشيل كل قيمه وتحط مكانها قيمتها المعروفه، والمجهول الوحيد هو اللي هيفضل ايه؟ برمز. في الحاله دي بتعمل مقص او
يعني حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، او ان صاد 2 دي بتساوي 20 في 14 على 7، بالتالي اقدر اجيب له صاد الثانيه مباشره تطلع ب 40، وهي نفس القيمه اللي جبناها بالحل الاولاني. طب تعالوا نشوف كده المثال الثاني بيقول لي ايه. اذا كان الف زائد 4 ب بيساوي 4 الف ب، معلش نقراها ثاني. اذا كان الف تربيع زائد 4 ب تربيع بيساوي 4 الف ب، عايز يثبت ان الالف بتتناسب طرديا مع الب. طيب عشان اثبت ان الالف بتتناسب طرديا مع الب، يبقى انا مفروض اثبت ان الالف بتساوي ثابت في ب، مين في ب. طيب يبقى انا عايز اجيب الالف في طرف والب في طرف. طب عشان افصل الالف في طرف والب في طرف، يبقى لازم افصل الحد اللي موجود فيه 4 الف ب عشان اجيب ده لوحده وده لوحده. طب ده هيتم ازاي؟ هيتم باستخدام التحليل. انا عندي الف تربيع زائد 4 ب تربيع بيساوي 4 الف ب، عشان احلل المقدار ده يبقى انا هجمعه كله في طرف واحد يساوي صفر في الطرف الثاني اللي احنا كنا بنسميها معادله صفريه. هيبقى عندي الف اس 2 ناقص 4 الف ب زائد 4 ب تربيع بيساوي صفر. لاحظوا انا نقلتها كلها في طرف، وفي نفس الوقت رتبت ترتيب تنازلي حسب اسس الرمز الف. طيب هحلل بقى المقدار ده. واحد يقول لي انا خدت بالي ان ده مقدار ثلاثي مربع كامل، الاول مربع موجب، الاخير مربع موجب، والحد الاوسط عبارة عن 2 في جذر الاول في جذر الثالث. يبقى طالما ده مربع كامل، يبقى انا كنت اقدر احدده احلله على صورة قوس اس 2، جذر الاول الف، جذر الثالث 2 ب، إشارة الأوسط سالب. يبقى أنا عندي ألف ناقص 2 ب لكل أس 2 بيساوي صفر. كان ممكن حد تاني يحلله قوسين زي بعض، ألف ناقص 2 ب، فألف ناقص 2 ب بيساوي صفر. طيب خدت الجذر التربيع للطرفين، اتبقى ألف ناقص 2 ب بيساوي صفر، وديت سالب 2 ب الناحية التانية بعكس الإشارة، أصبح عندي ألف في طرف لوحدها بتساوي ثابت في ب، يعني ألف بتساوي 2 ب زي ما احنا شايفين. طالما الالف بتساوي ثابت في ب، اذا الف بتتناسب طرديا مع الب. تعال بقى نشوف التغير العكسي ونعرف هل هو هو التغير الطردي ولا في اختلاف. اكيد طبعا في اختلاف، والا كان يبقى ليهم اسم واحد. طب تعال نشوف. يقال ان ص تتغير عكسيا مع س، وتكتب ص علامه التغير. هي هي علامه التغير، اه هي هي، ولكن بص الصيغه بقى، صاد تتغير مع مين؟ مع واحد على سين. يعني الصاد في طرف والسين في طرف، بس الصاد في الطرف بتاعتها بسط فتبقى السين مقام، او ان الصاد في الطرف بتاعتها مقام والسين في بسط. ما ينفعوش الاتنين في حالة بسط زي التغير الطردي. في التغير الطردي هما الاتنين في طرفين، صاد تتغير مع سين، ولكن دي في بسط ودي بسط. انما هنا الحالة اختلفت، واحدة منهم لازم تكون بسط والتانية تكون مقام. الاتنين في طرفين مختلفين، واحدة بسط والتانية مقام. طيب تكتب ص تتغير مع واحد على س، يبقى ده تغير عكسي اذا كانت ص بتساوي م على س. لما كان ص بيساوي او ص تتغير بتغير س، خليتها ص بتساوي ثابت مضروب في السين. طب هنا ص تتغير بتغير واحد على س، يبقى هخليها ص، هشيل علامه التغير دي واحط مكانها يساوي م في واحد على س، يعني م على س اصبحت ص بتساوي م على س. اي ان لو خليت السين دي تروح عند الصاد تبقى في طرف واحد معاها، هيبقى بدل ما هي مقسومه تروح الناحيه الثانيه مضروبه، هتبقى سين صاد بتساوي ميم. يبقى سين صاد بتساوي ميم، سين صاد بتساوي ثابت. تعرف كده ان الصوره دي معناها ان السين والصاد يتغيران مع بعضهما تغير ايه؟ عكسي. واذا كان المتغير سين ياخذ القيمتين سين واحد وسين اتنين، والمتغير صاد ياخذ القيمتين صاد واحد وصاد اتنين، فإن بنفس الطريقة، خد بالك بقى، سين صاد واحد على صاد اتنين هناك كان بيساوي ايه في التغير الطردي؟ صاد واحد على صاد اتنين بيساوي سين واحد على سين اتنين. لا هنا ده عكسي، يبقى صاد واحد على صاد اتنين بيساوي سين اتنين على سين واحد. مظبوط. يبقى دي الصورة التانية من الصور اللي هشتغل بيها في التغير العكسي. خد بالك، يبقى انت كده عندك قانونين، اما صاد بيساوي ميم على سين، او صاد واحد على صاد اتنين بيساوي سين اتنين على سين واحد. يلا بينا نطبق ونشوف مثال. اذا كانت صاد تتغير عكسيا بتغير سين، وكانت صاد بتساوي 6،
عندما س بتساوي 2.5 طالما ص دي الاولى يبقى 6 عباره عن ص واحد وس دي اول واحده نطقتها يبقى دي س واحد بتساوي 2.5 فاوجد العلاقه بين س وص اوجد ايه العلاقه جميل جدا ثم اوجد قيمه ص عندما س بتساوي 5 يا اولاد طالما طلب منك العلاقه يبقى انت لازم تتعامل بالقانون الاول اللي هو كان فيه ميم دايما كده طالما طلب منك العلاقة يبقى انت هتتعامل بالقانون اللي فيه ايه ميم ما تتعاملش بالقانون اللي فيه كسور على طول ما تقوليش صاد واحد على صاد اتنين بيساوي سين اتنين على سين واحد لا مش هينفع معاك ده هو ده ممكن يجيب لك الصاد على طول لكن طالما طلب منك العلاقة يبقى لازم تستخدم القانون بتاع الميم طب خد بالك بقى انا بقول صاد تتغير عكسيا ولا طرديا عكسيا يعني ص بتتغير عكسيا مع السين او ص تتغير بتغير واحد على سين في الحالة دي هشيل علامة التغير لان دي مش علامة رياضية علامة منطقية يلا بينا نحولها لرياضة هقول له يبقى على طول سين ص بتساوي ميم او اللي هي ص بتساوي ميم على سين يعني سين ص بتساوي ميم محتاج اجيب قيمة ثابت التناسب ده هعوض بسين الاولى وص الاولى زي ما حضرتك علمتني يلا الص كانت بستة السين كانت باتنين ونص يبقى ده معناه ان الميم بيساوي اضرب السين في الصاد يبقى 6 في 2.5 ب 15 بالتالي اقدر ارجع واجيب العلاقه يبقى من هنا اقدر اقول له ان سين صاد بيساوي 15 خد بالك سين صاد بيساوي 15 عندما سين بتساوي 5 عندما سين بتساوي 5 ودي السين الثانيه تقدر تجيب صاد الثانيه ان شاء الله اقدر يلا بينا يبقى اذا ص بتساوي 15 على 3 ما انت جبت العلاقه خلاص يبقى س ص بتساوي 15 لما اجي اقول لك س بتساوي 5 بمنتهى البساطه هقسم ال 15 على ال 5 تديني 3 تعالوا بقى نشوف كده مع بعض المثال اللي بعد كده بيقول لي ايه لو كان ا تربيع ب اس 4 ناقص 10 ا ب تربيع بيساوي سالب 25 عايز يثبت ان الالف بتتناسب عكسيا مع الب تربيع عشان اقدر اثبت ان الالف بتتناسب عكسيا مع ب تربيع يبقى انا لازم اثبت ان الالف في طرف لوحدها بتساوي ميم ثابت على ب تربيع او ان انا اثبت ان الف في ب تربيع بيساوي ميم اللي هو رقم ثابت لو قدرت اثبت صوره من الصورتين دول يبقى فعلا الالف بتتناسب عكسيا مع ب تربيع تعالوا نبدا نحل اول حاجه هجمع المساله بتاعتي كلها في طرف واحد يساوي صفر في الطرف الثاني اللي هي المعادله الصفريه فانا هقول ان ا تربيع ب اس 4 ناقص 10 ا ب تربيع زائد 25 بيساوي صفر نقلت السالب 25 الطرف الايمن بعكس الاشاره هبتدي احلل المقدار الثلاثي اللي قدامي واكتشفت برضو ان هو مقدار ثلاثي مربع كامل الاول مربع موجب الاخير مربع موجب والحد الاوسط عبارة عن 2 في جذر الاول في جذر التالت يبقى انا اقدر احلل المقدار بتاعي قوس اس 2 جذر الاول ا ب تربيع جذر الاخير 5 اشارة الاوسط سالب طيب هاخد الجذر التربيع للطرفين يبقى انا عندي ا ب تربيع ناقص 5 بيساوي 0 هودي سالب 5 الناحية التانية بعكس الاشارة يبقى ا في ب تربيع بيساوي 5 طالما حاصل ضرب المتغيرين بيساوي عدد ثابت يبقى فعلا الالف بتتناسب عكسيا مع الب تربيع وصلنا هنا يا اولاد لسؤال المتفوقين الناس بقى اللي كانت مركزه معانا في شرح الدرس يلا بينا نشوف اذا كانت س تتغير بتغير ص ده تغير ايه ده تغير طردي الناس شاطره برافو عليك طالما الاثنين في حاله واحده مفيش واحده فيهم بسط واحده مقام تغير طردي وعين تتغير بتغير لام برضو تغير طردي اثبت ان س زائد ص مضروب في عين زائد لام يتغير بتغير س ناقص ص في عين ناقص لام بالتوفيق يا اولاد ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.